توجيه من الرئيس الأسد العماد الفريج يقوم بجولة ميدانية لعدد من المواقع والوحدات العسكرية في تدمر بريف حمص الشرقي. سوريا تؤكد أن اعتداء الكيان الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن تحالفه مع تنظيم النصرة الإرهابي وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات رادعة. المجموعات الإرهابية تكرر خرقها لنظام التهدئة بقصف مناطق عدة، و21 مجموعة من المعارضة رفضت التقيد بشروط التهدئة. أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة العماد فهد جاسم الفريج يقوم بجولة ميدانية لعدد من المواقع والوحدات العسكرية في تدمر بريف حمص الشرقي. بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية لعدد من المواقع والوحدات العسكرية في تدمر بريف حمص الشرقي. التقى خلالها المقاتلين في مواقعهم ونقل لهم محبة وتقدير السيد الرئيس الفريق بشار الأسد واعتزازه ببطولاتهم وشجاعتهم في تنفيذ واجباتهم الوطنية، وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم النجاح والتوفيق في تنفيذ مهامهم. واطلع السيد العماد في أثناء جولته من القادة الميدانيين على طبيعة المهام القتالية والظروف الميدانية التي يواجه فيها رجال قواتنا المسلحة التنظيمات الإرهابية، وأثنى على الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون. كما أشاد السيد العماد بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجيش العربي السوري والملاحم البطولية التي يسطرونها في القضاء على العصابات التكفيرية، مؤكدا بأن المعركة مستمرة حتى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ربوع الوطن. وبدورهم أكد المقاتلون على استعدادهم الدائم وجهوزيتهم القتالية العالية في التصدي لكافة أشكال الإرهاب ودحره حتى إعادة الأمن والأمان إلى كامل أرجاء وطننا الغالي. جددت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الذي قامت به إسرائيل أن العدوان الإسرائيلي الجديد يأتي في محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة بعد الفشل الذريع الذي أصابها والخسائر التي تكبدتها في ريف القنيطرة وغيرها في كل أنحاء سوريا. قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الاعتداءات تأتي في إطار التحالف الاستراتيجي ما بين إسرائيل والمجموعات الإرهابية المسلحة وبشكل خاص جبهة النصرة فتح الشام، وتأتي في إطار الدعم الإسرائيلي المباشر لهجوم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها على القرى الآمنة والمدنيين الموجودين فيها في كل من درعا والقنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التعاون الإسرائيلي مع التنظيمات الإرهابية تجلى من خلال تقديم السلاح للمجموعات الإرهابية وتسهيلها لحركة وتنقل الإرهابيين مع أسلحتهم وعتادهم داخل الشريط المحتل، وكذلك التعاون الإسرائيلي مع هذه التنظيمات عند قيامها باجتياح مواقع قوات الأمم المتحدة على طول خط الفصل واحتلالها قبل ما يزيد عن عامين لمواقع الأنتونوف بتآمر مع النظام القطري. ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن الفضيحة الكبرى التي ظهر فيها التحالف الإسرائيلي مع جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية كانت معالجة إسرائيل ما يزيد على 2000 من الإرهابيين في مشافيها. وأضافت الخارجية إن سوريا تطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بوجوب اتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل المعتدية وإجبارها على وقف عدوانها، ومطالبتها فوراً بوقف دعمها للإرهابيين ومجموعاتهم المسلحة، خاصة أن جبهة النصرة مد لوائح مجلس الأمن الخاصة بالكيانات الإرهابية. وختمت الخارجية رسالتيها بالقول
لا يمكن لبعض أعضاء مجلس الأمن الذين اتخذوا من سياسة الدفاع عن إسرائيل مبدأ لهم التغاضي عن الخطر الذي يشكله التحالف الإسرائيلي مع جبهة النصرة الإرهابية فتح الشام تحت أي عنوان كان وتحت أي مبررات لا معنى لها. وصلت المجموعات المسلحة خرقها نظام التهدئة المعلن الذي بدأ تطبيقه مساء أمس عبر استهدافها بقذائف الهون وأسطوانات الغاز المتفجرة عدة مناطق في حلب وحمص وحما. وأفاد مصدر عسكري بأن خروقات المجموعات المسلحة لنظام التهدئة في حلب شملت منطقة الكليات العسكرية في الراموسة وتلة الصفراء بمحيط الكليات ومشروع 1070 شقة ومحيط الكاستيلو وإحدى النقاط العسكرية في حي جمعية الزهراء والقصر البلدي والفيض وقرية عزيزة. وشملت الخروقات في ريف حمص إحدى النقاط العسكرية في قرية تسنيم والنقاط العسكرية في كفرنان وطريق مصياف خربة السودة وبعض النقاط العسكرية في قرية أم جبورين. وفي ريف حما شملت الخروقات بلدة معان وبعض النقاط العسكرية جنوب بلدة معردس. لم تمضي ساعات على إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تطبيق نظام التهدئة على أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة 7 أيام حتى قامت المجموعات المسلحة بخرق نظام التهدئة المعلن، وقد تم تسجيل أول خرق في الساعة 8:33 بإطلاق 3 قذائف هاون على منطقة الملاح بحلب. تلا ذلك عدد من الخروقات قامت بها مجموعات مسلحة وذلك بأعمال القنص على المباني السكنية في منطقة القصر العدلي على اتجاه جمعية الزهراء بحلب. كما خرقت المجموعات المسلحة نظام التهدئة المعلن بإطلاق رشقات نارية وقنص على إحدى النقاط العسكرية المتواجدة في قرية تسنيم شمال غرب حمص. كذلك ارتكبت المجموعات المسلحة خرقا جديدا لنظام التهدئة المعلن بإطلاق نيران رشاشاتها على بعض النقاط العسكرية الموجودة في كفرنان شمال غرب حمص. كذلك أكد مصدر عسكري أن المجموعات المسلحة خرقت نظام التهدئة المعلن بإطلاق نيران رشاشاتها على بعض النقاط العسكرية على طريق مصياف خربة السودة شمال غرب حمص. وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قد أكدت في بيان لها أن نظام التهدئة المعلن يطبق مع الاحتفاظ بحق الرد الحاسم باستخدام جميع الوسائط النارية على أي خرق من جانب المجموعات المسلحة. في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد 23 خرقا لنظام التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس في سوريا ارتكبتها المجموعات المسلحة على أحياء سكنية ومواقع للجيش السوري. وبين النائب الأول لرئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق فيكتور بوزنخير إلى أن الجيش السوري أوقف عملياته القتالية بشكل كامل باستثناء المناطق التي يوجد فيها تنظيمات داعش والنصرة. ودعا بوزنخير إلى ضرورة تطبيق مبادئ نظام التهدئة بشكل صارم. من جانبه لفت مدير مركز حميميم الفريق فلاديمير سافاتشينكو إلى أنه منذ صباح اليوم تم رصد 10 حالات على الأقل لقصف الأحياء السكنية ومواقع للجيش السوري من قبل المجموعات المسلحة في محيط مدينة حلب. وأكد سافاتشينكو أن قوات الجيش السوري لم ترد على قصف المجموعات المسلحة للمواقع العسكرية والمدنية، موضحا أن معظم الانتهاكات بدرت من المناطق التي توجد فيها مجموعات مسلحة وإرهابيون من جبهة النصرة معا. بدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن متزعمي 21 مجموعة أو 21 مجموعة من المعارضة المسلحة في سوريا بما في ذلك مجموعة أحرار الشام رفضوا التقيد بشروط التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ أمس. وأشار بيان للخارجية الروسية أن ذلك الرفض يمثل تحديا صارخا لجهود الولايات المتحدة وروسيا في تعزيز عملية وقف الأعمال القتالية والمساعدة في حل المشكلات الإنسانية وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة بين السوريين. وأضافت الخارجية الروسية أنه في الوقت الذي بدأ فيه في سوريا تنفيذ الاتفاق الموقع بين روسيا والولايات المتحدة أصبح من الضروري القيام بكل ما هو ممكن لمنع المتطرفين وشركائهم من الإعلان صراحة بأنهم لن يقطعوا الصلة بإخوانهم أتباع المجموعات الإرهابية أي جبهة النصرة،
وأنهم سيفرضون على سوريا أجندتهم الدموية الخاصة بهم. وحثت الخارجية الروسية جميع أولئك الذين لديهم تأثير على الرافضين وخاصة الجانب الأمريكي للتفاهم أخيرا مع زبانيتهم، إذ لا يمكن السماح لأعمالهم الاستفزازية المتوقعة أن تشطب فرصة التحول نحو تسوية سياسية للأزمة في سوريا. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن سوريا ترفض إدخال مساعدات إنسانية إلى حلب، ولا سيما من النظام التركي، دون التنسيق مع الحكومة السورية والأمم المتحدة. وتعقيبا على التصريحات الصادرة عن النظام التركي بشأن عزمه إدخال مواد بداعي أنها مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب، أضاف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن الحكومة السورية تؤكد أن قيام سلاح الجو التركي بأي عمليات حربية فوق الأراضي السورية بذريعة ضرب داعش دون التنسيق مع الحكومة السورية وقيادة العمليات الروسية إنما هو عدوان على سوريا وخرق لسيادتها وحرمة أراضيها، وستقوم سوريا بالتصدي لهذا العدوان والرد عليه بالوسائل المناسبة في إطار دفاعها عن سيادتها الوطنية. حذرت طهران من استغلال وقف الأعمال القتالية في سوريا لإعادة هيكلة التنظيمات الإرهابية وتزويدها بالسلاح. وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان قال إنه يجب على الجميع بذل كل الجهود ليكون وقف الأعمال القتالية في سوريا مستقرا، وليتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين تحاصرهم التنظيمات الإرهابية، وتوفر الظروف والأرضية المناسبة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. وطالب بأن تكون هناك عزيمة دولية للقضاء على الإرهاب في سوريا بشكل كامل. أعلنت موسكو أن المماطلة في استئناف الحوار السوري في جنيف أمر غير مقبول، وأكدت على لسان وزير خارجيتها أنها تريد الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا، وذلك خشية من تحريفه بغية حماية تنظيم النصرة من الغارات الروسية الأمريكية. هناك محاولات لتلميع صورة إرهابي النصرة وبالتالي حمايتها من الاستهداف حسب ما ينص عليه الاتفاق الروسي الأمريكي، هذا ما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان إيسلبورن إن بلاده تريد الكشف عن الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن سوريا للرأي العام. وكشف أن موسكو تخشى من توجه بعض الجهات لشطب تنظيم جبهة النصرة الذي غير اسمه مؤخرا إلى جبهة فتح الشام من قائمة الإرهاب الدولي. وأوضح أن الجانب الروسي اقترح على واشنطن نشر تفاصيل الاتفاق بالكامل وتبنيها كقرار لمجلس الأمن الدولي دون إجراء أي تعديلات عليها، رغم السعي الأمريكي للحفاظ على الوثائق المذكورة سرية. بينما أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ عن أمله في أن يسهم الاتفاق الروسي الأمريكي الجديد بحل الأزمة في سوريا، وقال إن الفريق الروسي الأمريكي يعمل الكثير لحل الأزمات المختلفة بما في ذلك الأزمة في سوريا. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري أعلنا يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأزمة في سوريا بعد مفاوضات طويلة في جنيف تنص على وقف الأعمال القتالية والفصل بين الإرهابيين وما يسمى المعارضة، وتحديد المناطق التي سيتم فيها ضرب الإرهابيين من قبل الطيران الروسي والأمريكي. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استكمال كافة الاستعدادات لإنجاح تطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي، وأكدت واشنطن أنه لم تقدم حتى الآن المعلومات التي تتيح تحديد مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. ما زال الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تم التوصل إليه قبل أيام قليلة في طور اختبار النوايا، فمع اقتراب انتهاء اليوم الأول من الهدنة المبدئية لم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية معلومات تتيح تحديد مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بشكل دقيق، وهو ما يعرقل العمل الناجح للمصالحة حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. مدير المركز الروسي لتنسيق المصالحة في قاعدة حميميم الفريق فلاديمير سافتشينكو
أكد أن الحكومة السورية وافقت على الخطة الروسية الأمريكية وأعلنت الالتزام ببنودها وشددت على تطبيقها بشكل صارم، كاشفا عن المهمات الأساسية التي سيقوم المركز الروسي بإنجازها بعد أن أعلنت 5 دول أجنبية و5 منظمات دولية استعدادها لتقديم الدعم الإنساني الشامل لسكان سوريا. العسكريون الروس لديهم كافة الإمكانيات لمراقبة ما يشمله نظام وقف الأعمال القتالية من مناطق، هذا ما أعلنه رئيس الإدارة العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية الفريق سيرجي رودسكوي، مشددا على ضرورة تطبيق الاتفاق في كامل الأراضي السورية ومشيرا إلى مركز تنفيذي مشترك يتم إنشاؤه من أجل تحديد أهداف الطيران الروسي والأمريكي، وهو ما سيتيح تنسيق الضربات الجوية بينهما. أود التأكيد أنه ورغم إعلان الهدنة إلا أن سلاح الجو سيستمر باستهداف تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في سوريا مهما اختلفت التسميات، وأكرر الطيران الروسي سيواصل ضرب الإرهابيين في سوريا. 11 خرقا لاتفاق وقف الأعمال القتالية ارتكبها إرهابيو جيش الإسلام وأحرار الشام في دمشق وريف اللاذقية، رصدها مركز التنسيق الروسي في حميميم خلال ساعات دلت استئناف نظام وقف الأعمال القتالية، مشيرا إلى أن عدد البلدات المنضمة للاتفاق ارتفع إلى 608 بلدات خلال 24 ساعة الماضية، ومشددا على أن مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق ستتم بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك استخدام طائرات من دون طيار. ساعتنا الإخبارية مستمرة وفيها بعد قليل. وفد حكومي يطلع على واقع منطقة الرموسة بحلب وعلى واقع المشفى العسكري. نلتقي بعد الفاصل. للعلا وارفع سلاحك شامخا، فالعز يطلب أهله مسترشدا، هذه الحياة تواترت أمجادها، فكن الذي يهب البطولة سؤددا، هذا الزناد تناثرت نيرانه حمما على الأعداء يصحبها الردى، لسنا الذين يهادنون عدونا، فالنصر غايتنا وإن ضاق المدى. حكومي يطلع في حلب على واقع منطقة الرموسة وواقع المشفى العسكري. توجيه تهمة الضلوع إلى 3 نساء في محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط باريس. الدعم الأمريكي المفتوح لكيان الاحتلال يشجعه على المزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني. وفد حكومي يطلع في حلب على واقع منطقة الرموسة وعلى واقع المشفى العسكري، التفاصيل في هذا التقرير. توجه وفد يضم عددا من وزراء الحكومة السورية لمنطقة الرموسة والمشفى العسكري في حلب للاطلاع على واقع المدينة التي أعاد الجيش العربي السوري إليها الأمن والأمان بعد دحر الإرهابيين عنها.
الوفد ضم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، والدكتور نزار يازجي وزير الصحة، والمهندس بشر يازجي وزير السياحة، والسيد حسين دياب محافظ حلب، وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد صالح إبراهيم، حيث قاموا بزيارة الجرحى والمصابين من أبطال الجيش العربي السوري الذين يتابعون تلقي العلاج في المشفى العسكري، وقدموا لهم التهنئة بالعيد وتمنوا لهم الشفاء العاجل، كما قاموا بتفقد عمليات تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية في منطقة الراموسة، وزاروا الكليات العسكرية في الراموسة والتقوا مع عدد من القادة الميدانيين والمقاتلين، وأثنوا على بطولات الجيش العربي السوري وما حققه من انتصارات في الراموسة وغيرها من المناطق على كامل مساحة الوطن. نحن هون مشان هيك، شو في دعم مطلوب مشان إعادة الطرق، وخصوصا هالمدخل يعني بعد تحريره بفضل بواسل جيشنا العربي السوري. أي طاقات بتريدوها نحن هون مشان هذا الموضوع، مكلفين مشان تقديم الدعم لأهل حلب. دوما بنقول إن هون الخط الفاصل دوما ما بين الحضارة وما بين التخلف والهمجية اللي بين الظلام والنور. وبعدها قام الوفد الوزاري بجولة على عدد من الأحياء السكنية والتقوا مع الأهالي وتحاوروا معهم وقدموا لهم التهنئة بالعيد واطلعوا على واقع الحياة في مدينة حلب. أعلن وزير الداخلية الألماني توماس ديمزجير عن وجود صلة بين ثلاثة سوريين تم إيقافهم وبين منفذي اعتداءات تشرين الثاني الماضي في باريس، وقال إنهم ربما كانوا خلية نائمة. وأضاف ديمزجير أن تحقيقات الشرطة الجنائية الفيدرالية تكشف وجود روابط بين السوريين المشتبه بهم الثلاثة ومنفذي اعتداءات تشرين الثاني في باريس، مشيرا إلى أن المشتبه بهم الثلاثة الذين قدموا إلى ألمانيا العام الماضي مع موجات المهاجرين حصلوا على أوراق ثبوتية من المجموعات نفسها التي زودت منفذي اعتداءات باريس. وإلى محاربة الإرهاب في فرنسا، فقد أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب وجهوا إلى ثلاث نساء تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز وسط باريس. سلسلة من الجرائم الإرهابية كادت أن تضرب فرنسا مجددا، إلا أن وقوع ثلاث فتيات من المنتميات لعصبة أشرار بيد قوات الأمن الفرنسي حالت دون ذلك. النيابة العامة الفرنسية أعلنت أن قضاة التحقيق في قضايا الإرهاب وجهوا تهمة الضلوع في محاولة تفجير سيارة مفخخة بواسطة قوارير غاز وسط باريس لثلاث نساء، وهن إيناس مدني 19 عاما وسارة إيرفوي 23 عاما وأمل سكاو 39 عاما. مخططات تلك الفتيات كانت استهداف محطات القطار في باريس، إضافة لاستهداف رجال الشرطة، وكذلك كن يعتزمن الحصول على أحزمة ناسفة واستهداف المباني بسيارات مفخخة. عملية إلقاء القبض عليهن لم تمر مرور الكرام، حيث هاجمت كل من مدني وإيرفوي رجال الشرطة أثناء محاولتهم اعتقالهما. وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض فرنسا لعشرات الهجمات الإرهابية. على الأرض الفرنسية هناك كما أوضح وزير العدل 1350 شخصا يخضعون للتحقيقات بسبب ارتباطهم بمخططات إرهابية، من بينهم 293 على علاقة مباشرة بالتنظيمات الإرهابية. يذكر أن فرنسا شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة اعتداءات كان أكثرها دموية الهجوم الذي وقع بواسطة شاحنة في تموز الماضي في نيس، وأسفر عن مقتل 84 شخصاً وإصابة العشرات، دهساً في هجوم تبنه تنظيم داعش الإرهابي. أعلن مسؤولون أمريكيون ومن كيان الاحتلال الإسرائيلي عن اتفاق بين الجانبين يقضي بمنح كيان الاحتلال حزمة جديدة وضخمة من الأسلحة والمساعدات العسكرية بقيمة لا تقل عن 38 مليار دولار، وذلك في إطار مواصلة واشنطن سياساتها القائمة على الدعم السافر والممنهج لهذا الكيان.
وقالت المصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مدته 10 أعوام بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة، ومن المنتظر التوقيع عليه خلال أيام قليلة. وتقوم الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة باتباع سياسة تسليح ودعم لا محدود وانحياز سافر لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر وجرائم الحرب، ولا سيما بحق الشعب الفلسطيني. وفي جديد هذا العدوان، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية وأطلقت قنابل الغاز تجاه منازل الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت أعمال تمشيط في القرية. من جهة أخرى، أشار مصدر أمني فلسطيني إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من رام الله على أحدى الحواجز شمال شرق بيت لحم. وأشار المصدر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان الفلسطينيين غرب جنين. إلى ذلك، تتدهور الحالة الصحية للأسيرين محمد ومحمود البلبولة المضربين عن الطعام احتجاجا على حبسهما إداريا، وحالة من القلق تنتاب عائلتهما. تقرير مع خليل إبراهيم. تجلس وحيدة في منزلها، عيدها ليس كأي أم تنتظر بلهفة قدوم المهنئين أو العيدية أو حتى سماع الكلمة المعتاد عليها في يوم العيد: كل عام وأنتم بخير. عيدها حزين مؤلم تتجرع مرارته كلما تمر الثواني والساعات دون نبأ يفيد بتحسن حالة نجليها. هي والدة الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربين عن أكثر من شهرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على اعتقالهما الإداري في مستشفى فولسفون الصهيوني. كان لقاء الأم المكلومة بفلذة كبدها محمد البلبول. كان العناق طويلا والبكاء حاضرا. تلك كانت التفاصيل المؤلمة لأم تحتضن نجلها الملقى على سرير الموت. هي الأم التي أمدت عمر نجلها من عمرها والتصقت حواسها بأنفاسه حتى الارتواء، تجهش بالبكاء وهي تحتضن ابنها الذي تحامل على نفسه ورفع شارة النصر تعبيرا عن صموده أمام ظلم السجان برؤية والدته. أنا أول صاحكت وشفت أمي. جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الحركة الأسيرة تستدعي تحركا عاجلا وفعالا من الجهات الحقوقية والإنسانية من أجل العمل على إطلاق سراحهم وكشف نوايا الاحتلال الخبيثة بتصفيتهم بدم بارد. بالانتقال إلى اليمن، فقد استهدف طيران النظام السعودي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مناطق صرف والروضة وملعبا في العاصمة اليمنية صنعاء، متسببا بأضرار بالغة فيه وبالأبنية المجاورة. كما شن طيران العدوان سلسلة غارات على مجموعة مصانع في صنعاء ما أدى إلى تدمير 3 منها، واستهدف أماكن عامة وخاصة في محافظة حجة ومأرب والخوبة وتعز وصعدة، متسببا بخسائر مادية كبيرة. وردا على العدوان السعودي، دمرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية دبابة تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ مضاد للدروع في منطقة كرش بمحافظة لحج، كما قتل جنديان للنظام السعودي في منطقة الخوبة بجيزان. وقصف الجيش واللجان بصليات من الصواريخ مواقع الدخان والسودانية السعوديين وحقق إصابات مباشرة، كما اندلع حريق هائل في موقع الخشن السعودي بجيزان. وفي سياق متصل، أقرت قطر بمقتل 3 من جنودها المشاركين في تحالف عدوان النظام السعودي على اليمن. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لقوات المشيخة أن الجنود القتلى من المشاركين في تحالف العدوان ضد اليمن. ويشن النظام السعودي منذ 26 من آذار الماضي عدوانا شاملا على اليمن بدعم أمريكي ومشاركة من بعض الأنظمة الخليجية. وأسفر العدوان عن مقتل أكثر من 8000 يمني، بينهم أكثر من 3000 طفل وامرأة. ساعتنا الإخبارية مستمرة وفيها بعد قليل.
خسائر إرهابي تنظيم داعش ترتفع بشكل ملحوظ في محافظة نينوى العراقية. ألتقي بعد قليل. خسائر إرهابي تنظيم داعش ترتفع بشكل ملحوظ في محافظة نينوى العراقية. أوباما يهدد باستخدام الفيتو ضد قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات أيلول بمقاضاة دول مثل السعودية. البرلمانيون البرازيليون يصوتون على إقالة من كان وراء الرئيسة ديليما روسياف. أهلا بكم من جديد. قضت القوات العراقية على 100 عنصر من تنظيم داعش خلال صدها هجوما للإرهابيين على ناحية القيارة الواقعة بمحافظة نينوى شمال البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس ناحية القيارة صالح الجبوري أن مجموعة من داعش من 3 محاور، وأشار إلى أن القوات العراقية تمكنت من قتل 7 انتحاريين وتدمير سياراتهم والاستيلاء على 3 سيارات وكميات مختلفة من الأسلحة. وكانت القوات العراقية حررت ناحية القيارة بشكل كامل من سيطرة داعش في 25 من آب الماضي. حثت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية قوات موالية لخليفة حفتر في شرق ليبيا على الانسحاب من موانئ نفطية رئيسية انتزعت السيطرة عليها من قوة منافسة لها مطلع الأسبوع. وفي بيان مشترك أدانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا
الهجمات على الموانئ وأكدت عزمها على تنفيذ قرار لمجلس الأمن يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط غير مشروعة. وكانت فصائل في شرق ليبيا متحالفة مع حفتر حاولت من قبل تصدير النفط بعيدا عن الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق النقد الفيتو ضد قانون أقره الكونغرس يسمح لعائلات ضحايا هجمات أيلول عام 2011 بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويض في حال ثبوت تورطها في تلك الهجمات. خاضعة لأهواء الصفقات الاقتصادية تبدو أرواح الضحايا الأمريكيين، وعلى خلاف المعلن من التصريحات الأمريكية حول العمل الدائم لحماية أمنهم القومي والوطني من الهجمات الإرهابية، فإنها تبقى مجرد ذريعة تلوح بها أمريكا ابتزازاً للإجبار على دفع الأموال. فقد أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق النقد الفيتو ضد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي أقره الجمعة الماضية الكونغرس، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 من أيلول عام 2001 الإرهابية بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في تلك الهجمات. حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش أرنست أنها ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب، وإن رفض أوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر. كانت أصابع الاتهام قد توجهت إلى النظام السعودي في تمويل تلك الهجمات، وذلك حسب ما أشارت تقارير ووسائل أعلام أمريكية، لكن التحقيقات بشأنها بقيت سرية، وتكتمت الإدارة الأمريكية على النتائج فيما يشبه الصفقة بينها وبين نظام بني سعود خدمة لمصالحها الاقتصادية المختلفة مع هذا النظام السعودي، لتعود وتنشر في 15 من تموز الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 من أيلول، كشفت فيها عن تورط عدد من المسؤولين السعوديين السابقين والتخطيط للهجمات وتمويلها، لتعمد السلطات القضائية الأمريكية إلى إصدار حكم في آذار الماضي بتبرئة النظام السعودي من أي علاقة بتلك الهجمات رغم عشرات الدلائل على تورطه، ما يشير إلى حجم الإغراءات التي قدمها هذا النظام لإبعاد الشبهة عنه والإفلات من المسؤولية والعقاب عن تلك الهجمات. صوت البرلمانيون البرازيليون على إقالة الرئيس السابق لمجلس النواب إدواردو كونيا الذي يقف خلف آلية إقالة الرئيس ديليما روسيف. مجلس النواب أعلن في قرار أصدره في مقر البرلمان أن النائب خسر تفويضه إلى البرلمان بسبب سلوك لا يتماشى مع ذلك التفويض، وذلك بعد اتهامه بقضايا فساد، إذ اتهمه النواب بالكذب فيما يتعلق بامتلاكه حسابات مصرفية سرية في سويسرا. ورغم نفيه لذلك إلا أن التحقيق القضائي كشف أنه يملك حسابا مصرفيا سريا واحدا على الأقل في سويسرا، تلقى تحويلا من مصدر مشبوه بنحو 5 ملايين دولار. إلى العناوين. بتوجيه من الرئيس الأسد، العماد الفريج يقوم بجولة ميدانية لعدد من المواقع والوحدات العسكرية في تدمر بريف حمص الشرقي. سوريا تؤكد أن اعتداء الكيان الإسرائيلي الجديد يأتي ضمن تحالفه مع تنظيم النصرة، وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات رادعة. المجموعات الإرهابية تكرر خرقها لنظام التهدئة بقصف مناطق عدة، و21 مجموعة من المعارضة رفضت التقيد بشروط التهدئة. وفد حكومي يطلع في حلب على واقع منطقة الراموسة وواقع المشفى العسكري. توجيه تهمة الضلوع إلى 3 نساء في محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط باريس.
الدعم الأمريكي المفتوح لكيان الاحتلال يشجعه على المزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني. طابت ليلتكم وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.